الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، بمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا، الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، بمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا، همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا. الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، بمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا، روح شباب تقوينا، والمعروف سلوتنا، روح شباب تقوينا، والمعروف سلوتنا، البذل فينا ومنا والأجر ساقينا، البذل فينا ومنا والأجر ساقينا. مركز الفشل الكلوي في مستشفى الجمهوري معاناة مركبة، خصوصا وأن مرضى الفشل الكلوي يعانون الكثير والكثير، خصوصا وأنه في كل فترة وفترة يغلق هذا المركز، ويعانون الكثير والكثير من هؤلاء المرضى الاحتياج والفاقة، وخصوصا في العلاجات. السلام عليكم يا خالة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المركز هذا أحيانا يتغلق أحيانا ينفتح، ليش؟ لأنه ما فيش حق الموحي، يمونوش أحد، يمونوه المواد، المواد الحق العلاجات. ايش المواد اللي تحتاجوا انتم كمريض؟ الابر، انا ما ادري ايش علاجات كثير ما هلتش. الابره هذيك اللي نضربها تحت الجلد هذيك ما حيقدرش يشتري لانه غالي، ما حنقدرش نشتري. كلهم ما نقدرش نشتروا. يا طالع كم لك انت مريضه بعد المرض؟ اني لي قد سنه، قد لي سنه. دائما تجي مستشفى الجمهوري، ساعه ينفتح ساعه يغلق. ايوه مستشفى الجمهوري. يقولوا ايش السبب انهم يغلقونا؟ غلقنا لانه ما عمش مواد. ما فيش مواد. ايوه. مقابل على الدباب مقابل. يعني انت الان احيانا بسبب انه ما فيش ماده. ما فيش ماده، ايوه. ما فيش ماده. تتعب صح؟ نتعب. ها. انت كم تعملي غسلات يا خاله؟ اعمل الاثنين والخميس غسلتين. غسلة كم يا فترتها؟ ثلاث ساعات. ثلاث ساعات، المفروض كم؟ المفروض ربع ساعة بس عشان نعمل ثلاث ساعات، لأنه المواد ما فيش. يعني الآن نعملكم الفترة الأقل. الأقل علشان إنهم معاهمش معاونهمش. وعلشان كمان معاك في ضغط كثير هنا. كثير غيركم. كثير الناس ها. دفعة بدفعة بدفعة، دحين تقفعلوا الصبح دفعة. ونحن دحين بعدها. وعد باقي الدفعة بعدنا. بالله المدري مانيش داري، نقول بالله يعملوا عندهم، بالله يعملوا ينقص الوقت علشان ينقص الوقت علشان يوفر للي بعده. وزي ما اسال يعني انت عايشة على امل الغسلة بس؟ تخرج السموم ولا تعب بالله كربة وضيق تتعب؟ تعب. معك اطفال؟ كم معي؟ معي ما شاء الله اربعة، وبنوت ست، بس قاعدين اثنين ثلاث مزوجة. انت ساكنة هنا بتعز؟ انت ساكنة بتعز لي 50 سنة. فين بأي منطقة؟ بالثواني. وقالك هذا المرض الحمد لله؟ قال لي مرض الآن الحين لي سنة. لك سنة؟ لك أنت ما بيش حاجة الحين لي سنة تستعملها هذا الغسيل. فشل كلوي. فشل كلوي. تقدريش انك تروحي برجع تغير أي يجيبوا لك أكلة؟ ما اقدرش، ما قدرني. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال، وما يجي الحق لحقه، له الحمد. الحمد. ما يجي الله سبحانه وتعالى لحقه، توكل على الله. اسمك يا خالة؟ اسمي صفية محمد هاشم. صفية محمد هاشم تعاني الفشل الكلوي.
وتنادي القلوب الرحيمة بأن المركز دائما يغلق ويفتح، وهذا يؤثر عليهم سلبا في أمراضهم، وخصوصا أنهم يعانون من سموم داخل الجسد، وأيضا كمان معهم مشكلة أخرى وهي أن الفترة التي لابد أن يعملوها لا تفي بالغرض، المفروض 4 ساعات ولكن من أجل المكان يفضى لأحد غيرهم، لأنه في ضغط غير عادي على مستشفى الجمهوري ومركز الفشل الكلوي، يضطروا أنهم يعملوا 3 ساعات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. من متى أنت تعاني هذا المرض؟ من 5 سنين هنا بال. 5 سنوات؟ ما في حد يقدر يبرع لك بكلاء؟ والله قربت بس ما طبقت الأنسجة. خالص. خالص. المركز هذا خصوصا له فترة يغلق ويفتح، ايش السبب؟ بسبب نقص المواد، نقص المحاليل ونقص العلاجات، ما توفرش علاجات بالمركز. يعني فرضا انت لو عادي يعني الاسبوع هذا ما عملش غسل عادي صح؟ لا ما اقدرش لان انا ما عابلش، ما عافيش هو. وبعدين؟ يعني تصيرت السوائل اللي شربت تحت القلب وتضايقنا. وبعدين سموم؟ سموم سوائل اكيد. طيب انت الان تعمل اقل غسله، يعني المفروض انت تاخذ كفايه؟ لازم، هي المفروض 3 غسلات بالاسبوع و4 ساعات بالغسله الواحده، بس بسبب نقص الاجهزه بالقس ما توفرش اجهزه كافيه للغسيل. بسبب الاجهزه حقنا احنا طبعا فيروس سي، انتقل لنا فيروس سي بسبب نقل الدم، ننقل دم بكثره لانه في علاج في ابر حق نقل الدم هذه. لما نسوي الليبر هذه مع ننقلش دم، الليبر هذه ما توفرش عندنا في القس. خالص متوفر. ليش متوفر؟ ما يوفروا الناس، ما فيش ناس متابعين بعدين، ما فيش متابعه، واحنا ما نقدرش نشتريها، يعني مبالغ غاليه طبعا. انت تحتاج بكل غسله هذه الليبره؟ بكل غسله هذه الليبره. ليش؟ لانه حافظ على مستوى الدم. لو نقص الدم خلاص. ايوه لو نقص الدم لا ياثر عليها، وبنفس الوقت لازم اعبي قربه. ايوه اذا عبيت قربه ممكن انتقل فيروسات. فيروسات لانها قسمت. أيوة. ضعيف. ايوه. والحمد لله احنا انتقل لنا فيروسات، ناصر الان بجهاز الفيروس السي. بس معانا 4 اجهزه بالقسم، ما توفرش اجهزه كثيره بالقسم. ناقصه الاجهزه. الاجهزه هذه اللي تقصد انت؟ هذه الاجهزه، هذه اجهزه الغسيل اللي هي ناقصه، طبعا احنا عندنا بالسي 4 اجهزه. وبالبي جهازين. وبالنيجيتيف 7، هذه النيجيتيف اللي هي نظيفة من الفيروسات. هذه؟ ايوه 7 اجهزة. احنا فيروسات هنا اجهزة حقنا من 4. يعني هذه الان اللي تعملها غير حقك اللي تعمل انت. ايوه. يعني في اختلاف عملية في الاجهزة، فيروس سي، فيروس بي، في النيجيتيف. طبعا نقص الاجهزة ضرر علينا، المريض وصل ينتظر فترته، واحيانا يتعب، واحيانا يتوفق الدم بالقس بسبب الانتظار. بسبب الانتظار لانه ما فيش معانا مجال. في اجهزه مقسمه، في النيجيتيف 7 اجهزه، فيروسات سي 4 اجهزه، اللي تغسل فيروسات السي ازيد من اللي بالنيجيتيف.